ماروك هو أول فيلم روائي طويل كامل من ليلى المراكشي. يدور فيلم ماروك حول حبيبين شابين في الدار البيضاء، أحدهما مسلم يدعى ريثا والآخر يهودي يدعى يوري، ويتطرق إلى موضوعات النفاق والعلاقات اليهودية العربية والزيجات المرتبة التي كانت مثيرة للجدل إلى حد ما وقت إصداره. ومع ذلك تم عرض الفيلم في جميع أنحاء المغرب دون رقابة.